بزاف من جديد. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوني في هذا الفيديو. اليوم نهار ديال البرد والثلج كما كتشوفوا معايا، فاليوم طاح عندنا الثلج. صراحه الجو زوين بزاف والمنظر كذلك. انا صراحه كيعجبني هذا المنظر ديال تولوج، واخا البرد قاصح قاصح بزاف، ولكن هذا المنظر زوين. وقلت علاش لا ما نصور لكم شويه من هذا الجو هذا. وابخي ان شاء الله غادي نحضر معكم لي بانكيك في الاخر ديال الفيديو، دونك بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. فكما قلت لكم هنا خرجت الصباح باش نتمشى شويه انا ولدي، باش ندورو شويه ولعبو شويه كيف الثلج. صراحه البرد البرد ما نعاودش لكم على واحد البرد، يعني قاصح بزاف، يعني وصلت حتى ناقص 3 ناقص 4 هذا النهار، وكاع هاد اليامات ما كاين غير ناقص 4 ناقص 5، يعني البرد ديال بصح، يعني ما نعاودش لكم. وفي الاولى نعجبني الحال، يعني بقيت كنتمشى، بقيت على برا شحال وانا بقيت على، يعني بقيت على برا شحال وانا كنتمشى كندور، عجبني الحال. ولكن فاش رجعت للدار ما نعاودش لكم، كتحسلي بالبرد في عظامك، كتبقى يموت بعد باش يفوتك داك البرد. ولكن الحمد لله على كل حال، ما من يعني منظر زوين بزاف. فهاد الشيء اللي كاين، وكما قلت لكم بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا معايا طريقه تحضير لي ميني بانكيك. وما تنساونيش من لايك ديالكم والتعليق ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كتشوفوني اول مره اولا كتشاهدوا هذه القناه لاول مره. فما عليكم غير ضغطوا على سبسكرايب او سابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد ديال القناه ان شاء الله. دونك بقاو معايا وما تمشيو فين. اذا البنات هنايا غادي نحضر معكم لي ميني بانكيك، كيجيو زوينين بزاف، وكذلك يعني كيجيو روعه في المذاق ديالهم، كيعجبو الدراري الصغار وكذلك الكبار دغيا كيوجدو. فاش ما كيكونش عندي الوقت كنحضرهم دغيا كنوجدهم. دونك بالنسبه للانغريديون ولا مكونات، غادي نحتاج فيهم بيضه واحده، بسم الله، وصافي. غادي ندير سكر سنيده، بالنسبه للسكر سنيده على حسب الذوق ديالكم. انا غادي نضيف جوج معالق كبار، دائما هنا كنستعمل انا السكر البني، ممكن تستعملوا غير السكر العادي، جوج معالق حتى ثلاثه باش الا بغيتوا يجيكم حلوين. صافي هنا ضفت بيضه، جوج معالق كبار ونصف ديال السكر. غادي نضيف دابا ان شاء الله الزيت، بالنسبه للزيت حتى هما غنضيف 3 ديال المعالق كبار. غادي نضيف كذلك جوج معالق 3 ديال المعالق ديال الزيت المائده واحده، المهم عندي هنا ملعقه كبيره، غنضيف 3 ديال المعالق كبار حتى مملوئين جيدا ديال الزيت المائده، وصافي. غادي نحاول نخدم هاد المكونات. غادي تضيفوا الفاني حتى هو باش نسمو، ولكن انا غادي نخلط المكونات ديالي هما الاولين، حيت عندي الخماره فيها لوغو ديال الفاني، غادي نضيفها في الاخير. صافي كنخلط مزيان هاد المكونات بهاد الطريقه، وغادي نضيفو كاس كبير ديال الحليب، كاس مملوء جيدا ديال الحليب بارد، وصافي. من بعد راه ولدي اللي غيوجد معايا هاد لي بانكيك، ديما حاضر معايا في الكوزين. صافي كنخلط مزيان كما قلت لكم هاد المكونات، غنضيف الحليب كما قلت لكم، حليب كاس كبير ديال الحليب بارد هكا. صافي غادي نخلط مزيان، وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق غادي تشوفوا معايا الكميه اللي غادي تكفيني، نضيف بالمعالق باش تشوفوا مع بعض.
نضيف 4 المعالق حتى 5 مملوئين جيدا. غادي كما قلت لكم ضفت 5 ديال المعالق كبار مملوئين ديال الدقيق عامرين. غادي نخلط مزيان حتى نشوف الخليط ديالي واش هو هذاك. الا مازال خصني الدقيق غادي نضيف. المهم كما كتعرفوا الخليط ديال لي بانكيك كيكون شويه ثقيل عقد شويه، ماشي بحال لي كريب وماشي بحال الخليط ديال البانكيك، كيكون شويه ثقيل. مازال غادي نضيف ملعقه اخرى، 6 ديال المعالق 7. وغادي نضيف الخماره. بالنسبه للخماره كما قلت لكم عندي هنا فيها لوغو ديال الفانيليا، دونك غادي استغنيت على الفانيليا غادي نضيفها. عندي هذه كيفما ضيفوا كما قلت لكم غير ضفتها كامله، قلت لكم غنضيف نفس في الكميه ولكن ضفتها كامله. الا بغيتو الخليط ديالكم تخليوه يرتاح غديروا غير 7 غرام، الا بغيتو يعني طيبوه في البلاصه غادي ديروا الخماره وطيبوه ديريكتومون كما غادي تشوفوا معايا. ما غاديش نخليه يعني ديريكت غادي نطيبو وصافي. ها هو الخليط ديالي عاقد شويه كما كتشوفوا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه ضفت تقريبا 7 ديال المعالق كبار مملوئين وصافي. غنمروا للطريقه ديال التكوين. الله المهم هذا هو الخليط كما شفتوا صافا. غادي نطيبو ان شاء الله. دونك بقاو معايا هنا. هنا درت المقله ديالي تسخن كما شفتوا معايا. وبالنسبه للطريقه يعني كنخوي الخليط ديالي بهذا الشكل غير بالملعقه، حيت بغيت نديرهم على شكل صغير يعني لي ما لي ميني بانكيك. صافي على هذا الشكل بلا ما كنحركهم ما والو، يعني غير كنخوي الخليط وصافي كنطلع المعلقه بهذا الشكل. فوالا صافي بهذا الشكل. بالنسبه للحجم نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال هاد لي بانكيك. وبالنسبه للعافيه خاصكم ضروري تنقصوا المقله على المقله باش ما يتحرقوش، ضروري تكون المقله ثقيله شويه باش يطيبوا على خاطرهم ما يجيوش معجنين من الداخل. المهم انا درت عافيه مهيله بزاف وكنخويهم بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا بشويه. الا بغيتو ديروهم مازال صغار على هادو غادي ديروهم، يعني كل واحد والذوق ديالو وراه كيتقادو من بعد غير بوحدهم. يعني انا كنخوي غير بهذه الطريقه فوالا. صافي نفس الشيء غادي ندير كنخوي غير بشويه بهذه الطريقه هذه. صافي كما قلت لكم راه كيتقادوا غير بوحدهم كما لاحظتوا. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب يعني كما قلت لكم عافيه مهيله، كتشوفوا غير اون فوا كيكونوا ناشفين شويه من التحت كتقلبوهم ديريكتومون، واخا باقي ما يشوفوا من الفوق غادي نقلبوهم غادي تشوفوا معايا. اذا كما غادي تشوفوا معايا هنا شفتوا يعني دغيا كيطيبوا من التحت، ولكن على عافيه تكون مهيله ماشي اوبليجي ان الخليط يكون يعني ناشف من الفوق. صافي كنقلبوهم وكنخليهم يطيبوا على الوجه الاخر، وحتى يعني فاش كتعرفوا انهم طابوا كتشوفوا هاد الفقاعات كيكونوا يعني فوق يعني دغيا كيتقادوا. شفتوا هادي تلصقات لي مع الاخرى زوين صراحه دغيا دغيا كيطيبوا. Thank you.
هادو هما لي بانكيك اللي حضرت معاكم، صراحه جاو بنان وخفاف، ما تشبعوش منهم. كنتمنى تجربوهم حتى نتوما بهذه الطريقه، اكيد غادي يعجبوكم. وصافي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معاكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم اسفل الفيديو الى عجبكم الفيديو. وما تنسونيش ايضا من البارتاج ديال لاشين باش تقبل القناه ديالنا ان شاء الله. والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.